في عمليتين متفرقتين تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسم فسوخ من تفكيك شبكة إجرامية تختص في سرقة المواشي وبيعها بالولايات المجاورة. مكنت هذه العملية من توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و 38 سنة، ينحدرون من ولاية مستغانم، مسبوقين قضائيا في قضايا السرقة، أين تم استرجاع 20 رأس غنم وتسليمها إلى مالكها، ومركبتين نفعيتين كانتا تستعملان في عملية السرقة، بالإضافة إلى حجز أسلحة بيضاء ومبلغ مالي قدره 84 ألف دينار جزائري، وحجز هواتف نقالة. تم تقديم الأطراف أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل حول جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة سرقة المواشي، بتوافر ظرف الليل، الكسر، التعدد، استحضار مركبة، حمل السلاح أو التهديد باستعماله. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.